أفادت بيانات لشؤون الجمارك أن إجمالي الواردات السلعية غير النفطية في البحرين بلغت حوالي 404 ملايين دينار في أغسطس الماضي، وذلك مقابل 428 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2017. وقد بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية 227 مليون دينار في الفترة ذاتها، حيث جاءت الصين في المرتبة الأولى من حيث حجم وارداتها إلى البحرين في أغسطس الماضي، والتي بلغت 50 مليون دينار، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة تتجاوز 44 مليون دينار، في حين حلت في المرتبة الثالثة الإمارات العربية المتحدة ب 35 مليون دينار. وفيما يتعلق بأهم السلع التي تم استيرادها خلال أغسطس الماضي، فقد جاءت خامات الحديد ومركزاتها غير المكتملة في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليون دينار. أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 209 من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وبحسب بيان لمصرف البحرين المركزي، تبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 19 من سبتمبر من العام الجاري 2018 ولغاية 19 من ديسمبر من العام المقبل 2019. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 4.1% مقارنة بسعر 4% للإصدار السابق بتاريخ 22 من أغسطس 2018، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%. هذا وقد أعلن مصرف البحرين المركزي في وقت سابق عن تغطية إصدار لأذونات خزانة حكومية أسبوعية بقيمة 70 مليون دينار ولفترة استحقاق 91 يوما. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام في تداولات اليوم بتقدم بنسبة 0.8% مقفلا عند مستوى 1340 نقطة، وذلك عائد لارتفاع قطاع الخدمات وقطاع الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 15 مليون و256 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليون و975 ألف دينار، تم تنفيذها من خلال 107 صفقات. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 56% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وننتقل الآن إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7643 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.44% وكانت الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2742 نقطة كما هو موضح على الشاشة بانخفاض بلغت نسبته 0.33%. أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4495 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.45%. أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح أن إدخال الطاقة النووية السلمية المستخدمة في توليد الكهرباء إلى مزيج الطاقة في المملكة يعد خياراً استراتيجياً أساسياً لتطوير وتكامل قطاع طاقة مستدام وصديق للبيئة وعالي الفاعلية. وقال الفالح في كلمة السعودية أمام المؤتمر العام السنوي 62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هذا الخيار يمكن المملكة من استثمار جميع مواردها الطبيعية وقدراتها التنافسية العالية، ويأتي ذلك في إطار حرصها على تنفيذ مستهدفات رؤيتها التنموية الوطنية الطموحة رؤية المملكة 2030، وعلى تنويع مصادر توليد الطاقة والكهرباء فيها.
وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء. انضمت السعودية إلى اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية الهادفة لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح، والتي تمثل أحدى نتائج المشروع المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول، وسد الثغرات في الأنظمة الضريبية التي تستغلها بعض المنشآت للقيام بتحويل مصطنع الأرباح إلى جنات ضريبية لا تطبق فيها الضرائب أو تفرض الضرائب فيها بنسب منخفضة. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل التزامها وتطبيقها لأفضل المعايير الدولية للحد من التهرب الضريبي، والعمل مع المجتمع الدولي في هذا المجال، مما سيسمح لها بتحقيق العديد من الفوائد والمكتسبات والمحافظة على الوعاء الضريبي من التآكل، وبالتالي تحصيل المبالغ الضريبية المستحقة على الأنشطة في المملكة والتقليل من الخلافات الضريبية مع المكلفين. استحدثت دائرة القضاء بالعاصمة الإماراتية محكمة متخصصة بنظر القضايا العمالية تحت مسمى محكمة أبوظبي العمالية للمرة الأولى على مستوى الإمارة، ضمن منظومة متكاملة تعزز حماية حقوق العمال. وتضم المحكمة المستحدثة دوائر ابتدائية جزئية وكلية ودوائر استئناف ودائرة تنفيذ، على أن تحال كافة الدعاوى والطعون المعروضة حاليا على الدوائر العمالية في محاكم أبوظبي لتنظر أمام المحكمة المستحدثة باستثناء الدعاوى والطعون المحجوزة للحكم. وتشمل اختصاصات محكمة أبوظبي العمالية جميع الدعاوى المرفوعة من العمال أو عليهم، بما فيها النزاعات الخاصة بعمال الخدمة المساعدة، إضافة إلى تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة من مختلف دوائر المحكمة. تكبدت الخطوط الجوية القطرية خسائر بقيمة 69 مليون دولار جراء تداعيات أزمة المقاطعة المستمرة منذ يونيو 2017، مقارنة بتحقيق 772 مليون دولار أرباحا في العام الأسبق. وأرجعت الخطوط الجوية القطرية تكبدها لهذه الخسائر إلى الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أن هذه القيمة من الخسائر تمثل خسائر العام المالي المنتهي في مارس 2018. وجاءت الخسائر التي تكبدتها الخطوط القطرية رغم زيادة إيراداتها العام المالي الماضي بنسبة 7.4%، لتبلغ 11.5 مليار دولار بدلا من 10.7 مليار دولار. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. رجل الأعمال الأمريكي مارك بينوف يشتري مجلة تايمز مقابل 190 مليون دولار. عقد وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق مؤتمرا صحفيا فصل فيه برنامج الطروحات الحكومية، متوقعا أن تبلغ حصيلة البرنامج 25 مليار جنيه. وأشار توفيق في مقابلة مع قناة العربية إلى أن ظروف سوق الأسهم المصرية ليست مثالية للطروحات، لكن يتعين على الحكومة أن تبدأ بالبرنامج لتثبيت جديتها للمستثمرين. وقال وزير قطاع الأعمال المصري إنه سيتم طرح 5 إلى 10 شركات من قطاع الأعمال في المرحلة الثانية في السوق المصرية. 23 شركة ده البرنامج كله، إنما اليونيفرس ده او القائمه دي متغيره، ما هياش يعني متغيره وما فيش حاجه محدده بتقول لازم نعمل كده. فاحنا ابتدينا بخمسه وتم الاعلان عن الخمسه، ال 18 الباقيين ممكن يزيدوا ممكن يقلوا ممكن يتغيروا هم نفسهم حسب ده شغل اللجنه نفسها، وانا عضو من اللجنه دي. اتوقع ان هيبقى عندي من 5 ل 10 شركات من قطاع الاعمال. الخمسه الاولين انا عندي 3 منهم، المرحلة الثانية ممكن يبقى عندي من 5 ل 10.
هل حضرتك شايف ان التوقيت الحالي مناسب للطروحات الحكومية؟ طبعا بتحصل تطورات في الأسواق كل يوم، والنهاردة مش أحسن الظروف يعني في الدنيا، إنما برضو أنت مطالبة أنك تبتدي حاجة لأنك أعلنتي أنك هتبتدي. إحنا بقالنا سنتين برنامج الطرح معطل، لا إحنا عاوزين نثبت للناس أن إحنا يعني جادين في الطرح. تواصل إيران اللجوء إلى أساليب وسبل غير مشروعة للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، حيث إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد، وذلك عبر نهب دول مجاورة وتهريب عملاتها الأجنبية. في السياق نفسه، أعرب المصرف المركزي الأفغاني عن مخاوف بشأن زيادة عمليات تهريب الدولار الأمريكي من أفغانستان إلى الدول المجاورة، لا سيما إيران، محذرا من أنها ربما تؤثر على قيمة عملة أفغان المحلية مقابل الدولار، وذلك حسب قناة طلوع نيوز الأفغانية. والأسبوع الماضي تذبذبت قيمة العملة الأفغانية مقابل الدولار، وارتفعت قيمتها من 78 إلى 73 أفغاني مقابل الدولار الأمريكي، ما أثار مخاوف في صفوف أفراد الشعب ورجال الأعمال والتجار. تشهد العلاقات الأمريكية الصينية جولة جديدة من التصعيد بين رد ورد مضاد بين الطرفين، فقد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما بنسبة 10% على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار، لكنه استثنى منها ساعات أبل الذكية وسلعا استهلاكية أخرى كخوذات سائقي الدراجات ومقاعد الأطفال في السيارات. وفي المقابل أعلنت بكين فرض رسوم على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة في أحدث رد على الجولة الجديدة من التصعيد في الحرب التجارية. وهدد ترامب في بيان للإعلان عن مجموعة الرسوم الجديدة من أنه إذا ردت الصين بإجراءات انتقامية ضد المزارعين الأمريكيين أو الصناعات الأمريكية، فسيدخلون فورا المرحلة الثالثة، وهي فرض رسوم على واردات إضافية بقيمة 267 مليار دولار تقريبا. أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أنها ستعود إلى واشنطن بحلول نهاية الأسبوع لاستئناف المفاوضات الرامية لإبرام اتفاقية جديدة للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية نافتا. ورغم أن فريلاند غادرت واشنطن اليوم، إلا أن فريق المفاوضين الذي تترأسه ظل في العاصمة الأمريكية يتابع محادثاته مع المفاوضين الأمريكيين، كما أن الوزيرة الكندية نفسها ظلت على تواصل مع الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر خلال هذه المرحلة من المفاوضات المكثفة. واستمرت هذه المحادثات منذ أكثر من عام بعد أن لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من الاتفاقية التي وصفها بأنها كارثية للعمال الأمريكيين. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أعلنت شركة ميريديث العاملة بقطاع الإعلام بيع مجلة تايمز مقابل 190 مليون دولار إلى رجل الأعمال الأمريكي مارك بينوف. وقالت الشركة الأمريكية في بيان إن رجل الأعمال الأمريكي وزوجته قاما بشراء المجلة بشكل شخصي، وأن العملية ليس لها علاقة بشركته سيلز فورس. وأضافت أن الصفقة من المتوقع أن يتم إنهاؤها في غضون 30 يوما من الآن. وتابع البيان أن مارك بينوف وزوجته لن يكونا مسؤولان عن عمليات التشغيل اليومية أو القرارات الصحفية، وأن جميعها سيتم إسنادها إلى الفريق التنفيذي الراهن.